في إطار هذا اللقاء اللي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، فكانت فرصة لتقديم تقييم حزب الاستقلال للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وكانت فرصة كذلك لدعوة الحكومة إلى مراجعة البرنامج الحكومي لأخذ بعين الاعتبار التوجهات الملكية الجديدة التي ستعطي نفس جديد بالنسبة لبلادنا، لأخذ بعين الاعتبار الواقع الاحتقان الاجتماعي اللي تتعرفوا بلادنا خصوصا في صفوف الشباب وفي صفوف النساء وفي صفوف كذلك وفي المناطق النائية خصوصا المناطق الحدودية، وكذلك لكي ننطلق في الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي من شأنه أن يبني تعاقدات مجتمعية جديدة تمكن من المواطنات والمواطنين من الفرص ومن الارتقاء الاجتماعي، وتمكنهم أساسا من العيش الكريم ومن الكرامة لكل المواطنات والمواطنين. اليوم بطبيعة الحال هناك برنامج عام كتقوم به مؤسسة الفقيه التطواني. اليوم في إطار الحوار والنقاش العمومي استضفنا السيد عبد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، كان لقاء متنوع في الموضوعات، يعني كان الموضوع بطبيعة الحال الأساس هو القضية الوطنية والدور ديال حزب الاستقلال في الدفاع عن القضية الوطنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي. أعطى وجهة نظر الحزب وأعطى يعني شنو هي العلاقات اللي عنده على المستوى الخارجي. بطبيعة الحال استحضرنا بهذه المناسبة الإنجازات اللي حققها المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي في الاتفاقية ديال الصيد واتفاقية ديال الفلاحة. تناولنا كذلك المشهد السياسي المغربي، أعطى وجهة نظره حول التوقعات السياسية وحزب كحزب ديال المعارضة وشنو هي الآفاق المستقبلية. تناولنا كذلك النموذج التنموي الجديد، يعني وشنو هي البرامج اللي كيهيئها حزب الاستقلال على مستوى القطائع مع الماضي وعلى مستوى كذلك البرامج المستقبلية. بطبيعة الحال حزب الاستقلال كينظر على أساس أنه خصو يكون واحد الميثاق وطني اللي فيه توجهات الكبرى أو رؤية جماعية بطبيعة الحال اللي كتخلي الفرصة فيما بعد لبقية الأحزاب أنهم يعني كيفوا يعني تظهرات ديالها يعني بطريقتهم وبمقاربتهم الخاصة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.